موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. المجلس العسكري لمنطقة تل رفعت التابع للمعارضة السورية يعلن رفع جاهزيته استعدادا لانطلاق ساعة الصفر وفق ما نشره على معرفاته الرسمية. تعزيزات عسكرية لفصائل الجيش الوطني تصل إلى خطوط التماس مع قسد قرب مدينة تل رفعت شمالي حلب في إطار الاستعدادات للعملية العسكرية التركية المرتقبة. الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني تختطف طفلة قاصرة في مدينة القمشلي بريف الحسكة بغية تجنيدها في الحزب وفق موقع باس نيوز. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يقول إن أحد أهداف زيارته لدمشق هو السعي للتقدم في مسار استقرار السلام والأمن بين سوريا وتركيا. رئيس لجنة التحقيق الأممية الخاصة بسوريا باولو بينيرو يقول إن 90% من السكان في سوريا تحت خط الفقر، وعلى مجلس الأمن إلى قضايا المعابر والمساعدات الأولوية. الجيش الأوكراني يعلن انسحاب نظيره الروسي من منطقة إيفانيفكا في مقاطعة خيرسون بعد ضربات الأوكرانيين المتواصلة وفق بيان الجيش.